طيب ابدا معاك الاول بفيروس كورونا لسه واصل من ساعات كده قريبه وفي بيانات صدرت واعلنت بالنسبه للمرحله الجايه، تعليقك عليها وشايف وضع الدوري وفكره كده كده اصلا مفيش حضور جماهيري بس انت اكيد ليك وجهه نظر عايز تتكلم في هذه الجزئيه. هو حاله التخبط اللي ظهرت النهارده بتصريح بدري ظهر للاستاذ الدكتور شريف العريان اللجنه الاولمبيه ان هنوقف النشاط لا مش هنوقف النشاط طب التليفون حتى اوضح اه وبعدين بيان لوزاره الشباب والرياضه والحقيقة البيان بيان برده لا قال هنوقف ولا قال هن يعني برده كانش واضح كانش واضح فاضطر الدكتور اشرف صبح يخرج بنفسه ويبدا يشرح البيان وكاننا بن بنشرح ال100% يعني حاجه الحقيقه لازم وحاله التخبط بدون سبب لان مفيش داعي اصلا لكل اللي بيحصل ده، يعني انت الدنيا ماشيه سيب رئاسه مجلس الوزراء، انا لحد انا الحقيقه شايف ان وزاره الصحه بتتعامل مع الامر بعقلانيه جدا وشايف انه انه تطور رائع في التعامل مع الازمات من وزاره الصحه وشايف انه فكره انه لما بتظهر حاله بنعلنها ومفيش داعي خالص للهلع اللي فيه البلد ده بدون سبب وانا كنت شايف ان نسيب الامور ماشيه زي ما هي ماشيه لحد ما مجلس الوزراء او وزاره الصحه تعلن اجراءات وقائيه او احترازيه انت ابدا امشي معاها انما انت بتسبق ليه يعني ليه بتحط نفسك بتحط العربيه قدام الحصان ما تستنى يعني العربيه كده كده ماشيه فكنا استنينا شويه انما حاله تخبط الوزاره النهارده وبعدين بيان ان انا هلعب بالدوري اللي من غير جمهور من غير جمهور فالحقيقه يعني برده كان يعني ادى فرصه للناس ان هي يعني تعمل الافيهات وتعلي شويه على القرار والحقيقه ان هو الاستاذ وليد <applause> العطار شرح بعد كده قال انه يا جماعه في ماتشات تم الموافقه ليها من الامن تلعب ب 5000 متفرج حسب الاتفاق اللي كان بين وزاره الشباب والانديه اللي سالي من نص الموسم الماضي يعني الناس ما كانتش حاسه بيهم ف... فكانتش حاسه حس... ف... فالناس عارفه ان الماتشات من غير جماهير فخل... يعني اعتقد نعدي لانه لو وقفنا كتير قدام اللي بيحصل ده يعني مش هنلعب كوره و... وكده بقى عندنا حاجه يعني واضحه ماتش مصر وتوجو اللي هيتلعب يوم 6 عشان اعتقد بنسبه 100% في المائة اهم جمهور. بقى على فكره هيتلعب من آه. غير جمهور خلاص آه. اعتقد والمنتخب الاولمبي اعتقد انه هيطلع بره مصر يلعب كان رايح دبي, دبي, دبي فالدوره اتلغت لان دبي رفضت كل الانشطه م. واعتقد انه عنده عرض من البرازيل وعرض من الارجنتين فاعتقد انه هيلعب في بلد من البلدين هيلعب في الارجنتين او هيلعب في البرازيل اه هيلعب ماتش فيهم ماتش ودي ده الفيروس اصلا منتشر في لا مش موجود في امريكا الجنوبيه <applause> ما اعتقدش موجود في امريكا الجنوبيه لسه فاعتقد لسه برضو الامور بيتفقوا او هل البرازيل والارجنتين هيجوا بعد قرارات النهارده دي هيجوا ولا مش هيجوا الحقيقه مش واضحه مش واضحه ولكن هو المنتخب الاولمبي عنده عرض من البرازيل والارجنتين إنه يلعب هناك او هم يجوا هنا يعني ممكن هم الفريقين المنتخبين بعتوا موافقه رسميه لاتحاد الكوره ان هم يلعبوا هنا وفي عروض ان احنا نروح نلعب هناك فالقرار هيوصل لايه لسه مش مش عارفين لحد دلوقتي حاله الهلع دي انت انا انا متفق معاك ان احنا في مصر ممكن مش محتاجين نتكلم فيها قوي بس خد بالك في العالم كله الموضوع كبير لدرجه حتى انا كنت بستعرض قبل ما تبقى معايا فكره الاحداث الرياضيه في العالم كله ومدى تاثير فيروس كورونا على الرياضه في العالم بشكل عام وانا عادي. برضو مش شايف سبب يعني مرضى الانفلونزا اللي بيموتوا بالانفلونزا العاديه اكتر بكتير من اللي, اللي ماتوا ب او هيموتوا طبعا الاعمار بيد الله آه يا قلبك يا احمد آه آه يعني آه اكتر بكتير الناس اللي اللي, اللي آه. بتموت في حوادث الطرق في مصر اكتر 10 اضعاف اللي الناس اللي ماتت في بعد تطوير مصر الجديده في شارع الثوره اكتر من اللي ماتوا بفيروس كورونا فالحقيقه يعني الموضوع احمد عويس يا جماعه قلبه جامد يعني لا اصله في الاخر انتوا انتوا يا جماعه ده ده فيروس مم. واضح والناس ومنظمه الصحه العالميه قالت انه ليه كذا كذا شكل وكذا وكذا منظور وبيصيب مجموعه معينه من البشر وخطورته على على مرضى الاجهزه التنفس وي, وي, وي فالحقيقه هو عشان يوصل لانه يبقى فيروس قاتل ليه اسباب كتير يعني ليه حالات كتيره يعني مراحل كتير, كتير مراحل كتير أوه. وحالات التهاب الرئه والحاد في مصر بتموت اكتر من فيروس أكثر من فيروس كورونا وفي فيروس كتير و... و... في قوي في مصر يعني بيموت اكتر من كورونا فالحقيقه انا مش مش مع حاله الهلع اللي احنا عايشينها في مصر او العالم كله عايشها لانه انا دلوقتي يعني ما بين يعني ما بقلب كل شويه الاقي ماتش مطشة... نابولي وبرشلونه من غير جمهور وبعدين ماتش شالكا ماتش شالكا وبروسيا دورتموند في ديربي الرور ماتش الحقيقه الجمهور فيه نار. بيبقى في ملعب بروسيا مجبر من غير جمهور فالحقيقه بقت بقى الانتر واليوفي الانتر واليوفي كانت حاجه يعني زي بلديه المحله و السويس اه حاجه يعني الحقيقه انت شفت كريستيانو سامع صوت اللعيبه وهي بتكلم آه 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 بعض وبتاع وحاجه زي وهو نازل يعني. عمل لقطه كمان شهيره ان آه. هو بيسلم ومش مش لاقي حد يسلم عليه اه طبعا آه. فطبعا الحقيقه حاله الهلع مرعبه في العالم كله اعتقد انها تنتهي زيها زي الفلونزا الطيور والفلونزا الخنازير والحاجات دي عندنا بقى كتير يعني